في مدينة المقلة تستمر جهود الأجهزة الأمنية في متابعة العصابات المتخصصة بالسرقات وبيع وتهريب المخدرات وما إلى ذلك من ظواهر أخرى. هذه المرة تم القبض على عصابة جديدة مكونة من 8 أشخاص يعملون في تزوير العملة اليمنية. تلقينا بلاغ من أحد المواطنين عن تعرضه لعملية نصب في قسم شرطة العلي في مديرية أمن الشحن، وعن قيام ببيع تليفون جوال آيفون إكس ل2 أشخاص مجهولين تواصل معهم عبر السوق في الانترنت. وأثناء استلام المبلغ وتسليمه من الجوال تفاجأ بأن المبلغ الذي استلمه منهم وقدره 360,000 مزور، عمله مزورة، وقام بالإبلاغ في قسم شرطة العلي. توصلت الأجهزة الأمنية إلى العصابة بعد أن قامت بشراء علب سجائر بقيمة 30,000 ريال يمني مزور. وحين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من صاحب المحل التجاري تحركت على الفور وتمكنت من الوصول إلى العصابة. أتانا بلاغ من أحد المواطنين بأنه تم شراء سيارة من قبل مجموعة من الشباب بعمل مزورة 30,000 ريال، وتم التحرك إلى مكان مسرح الجريمة في 60 فوة وتركيز على الكاميرات، وتم التقاط السيارة كامري نوع التيما. بعد ذلك تم التعميم على السيارة في جميع مديريات محافظة حضرموت، وتم التحرك في جميع التحريات والبحث عن هذا العصابة. كذلك صاحب السيارة كان مركز على الأشخاص اللي اشتروا منه السيارة. تم ضبط السيارة في يوم 14/7، وكان على المتهمين 7 أشخاص. وبعد على يوم الخميس أو الربع تم عاد القبض على شخص ثامن، والقضية تقريبا مكتملة الأركان. إجمالي ما تبع تقريبا من عمل مزورة 2 مليون تقريبا، إجمالي ما ضبط 1,227,000 اللي تم ضبطه. وفي كثير توالف يتلفوا عندما عملية قص معهم عالة قص الدائية اللي يقصونها. ونهب المواطنين أي مواطن صادفت هذا العمل المزورة على الإبلاغ لكي يتم سحب ما في السوق هذا وتثبيته في ملف القضية. تؤكد المعلومات بأن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوز العصابة أجهزة محمولة من تلفونات ولابتوبات وطابعات وغير ذلك، بالإضافة إلى ما يقارب 1,000,000 ريال يمني مزور تم إتلافه وحرقه. وتأتي هذه العملية في سياق عمليات كثيرة يجري رصدها وتتبعها عن كثب من قبل الأمن في المقلة، وما حدث خطوة جيدة على طريق ضبط الأمن في المدينة وضبط كل العصابات التي تعمل في مثل هكذا ظواهر.